في البرنامج هنا حنحكي عن الإقرارات الضريبية. في الإقرار الضريبي احنا بنحكي عليه كالتالي، وهذا ما يتميز كيفية إدخال الفترات الضريبية. أنا باجي على الإقرار الضريبي بات ويبي. هنا طبعا في ميزة إنه بيطلع لي كل إمارة على حدة وين كانت التوريدات تاعتها. طبعا في التاتش أو في الكاش هي التوريدات على حسب الإمارة اللي أنت كنت فيها. طبعا بتعبي انت اول اشي الفترات الضريبية تاعتك، تمام؟ بتعبيها، بندخل كلمة النظام، مسؤول النظام اللي هي كلمة السر للأدمن، وليكن انا كان عندي التالي، فرضا كان انا عندي، هنكتبهم تاريخ التسجيل مثلا، سوري، تاريخ التسجيل الضريبي، التسجيل الفعلي، وليكن كان مثلا في 1/6/2021، تمام، وتاريخ أول، هناك أول فترة إقرار بتكون عندي مثلا من 1/6/2021، وحتى هتكون من حتى 1/6/1/7/1/8، هتكون حتى 31/8/2021. بعد هيك بتجيني الإقرار الأول، الإقرار الأول وحسب الفترة تاعته من 31/8 كل 3 شهور، تتقسم للربع الأول، الربع الأول، الربع الأول، الأول، الربع الثاني، الربع الأول والربع الثاني، يتقسم الربع الأول إقرار حسب الإقرار الأول كل 3 شهور، تمام، وبضيف له، بصير أضيف له مثلا، بيبدأ عندي من أول إشي من 1/6، تاريخ التسجيل الفعلي هو بداية حساب الضريبة تاعتي، أدخل الفترة، الفترة بتبدأ من 1/6، 1/6 كامل، شهر 7 كامل، ل 31/8، تمام، هو فعليا التسجيل الفعلي، وهي أول فترة بتكون أول 3 شهور، تمام، هذه فترة أول إقرار. الآن الفترة الأولى هي نفسها، الفترة الأولى هي نفسها بتكون مرة، بتكون مثلا في بداية التسجيل كانت عن أول 5 شهور مثلا، بتكون هي بنفسها، هي في الجديد صار إنه في الجديد صار إنه عن أول كل 3 شهور، 31/8، تمام. بعد هيك ببدأ من 1/9، شهر 9 10 11، شهر 9 كامل، شهر 10 كامل، شهر 11، بروح على آخر يوم في شهر 11، حسب كله طبعا حسب الإقرار الضريبي تبعه. تمام، الفترة الإقرارية الضريبية الثانية تبدأ من 1/12، شهر 12، 1/2 2022، ولحاله انت بس بتضبط اول 4 فترات، وبعد هيك لحاله هو بصير يضيف لحاله، وبتكون يوم 28، سوري. الحين بضيف الاقرار الرابع من 1/3 حتى شهر 3 كامل، شهر 4، شهر 5،
30 يوم. هيك صار عندنا 4. بعملها خروج، كل حالة بتصير تكرر نفسها من أول 1/6 دائما على 4 شهور. أنا ورحت هنا صار عندي مبين، لو دعست الإقرار الضريبي. طبعا المبلغ تبع الضريبة زيرو لأنه الشخص هذا غير خاضع للضريبة، لكن أنت صار عندك الفترة الضريبة، فترة القيمة المضافة من 1/6 لعند 1/38/8. أنت بتعطيها بأي تفصيل؟ طبعا لو كنت أنت بتستخدم فواتير المبيعات وبتحدد مين هم الناس تعين الموردين اللي بتبيعهم، فأنت ممكن تتفصل كل إمارة حسب التفاصيل تاعتها مطابقة للفورم تبع هي تحذير الضرائب. نفس الشيء أنت ممكن تطلع في تعمل عملية الترحيل وعملية غير الترحيل. عملية الترحيل إذا أنت خاصص مثلا فيها، نعرف فعلا لو عملنا ترحيل التفاصيل طبعا هنا بيجيب لك كل هيئة الفواتير اللي هي خاضعة للفترة هذه مع الفترة الثانية. طبعا إذا أنت عملت عملية ترحيل فأنت بتبعتهم، وكل فاتورة في بيجي شو اللي هي الفواتير اللي كانت تتصل فيها. الشغل جميل، متعوب عليه، أتمنى يناسبكم وينال رضاكم. طبعا بشيل كل الهدك عن أي ما يتعلق في مواضيع الضرائب. شكرا لكم.